السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. وصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الدجاجة معمرة بالسومو والخضرة. واحد الاخت طلبت مني باش نحضر لها انواع ديال الدجاج، وهذه باغمي لي روسيت اللي يسر الله باش نقدمها اليوم ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وتفضلوا معايا تشوفوا تفاصيل الوصفة. بسم الله على بركه الله. نبداو في الوصفه ديالنا. هنا غيخصني هاد لي بيض، غناخذ منهم ان شاء الله نص معلقه. بالنسبه للدجاجه نص معلقه. بسم الله. وهنا غادي نستعمل الاعشاب المناسبه، فيها اليازير، الزعتر والزعتر. غادي نطحنهم هنا لان انا عندي ما مطحونينش. الا كان عندكم مطحونين تقدروا تستعملوهم هكذا. غنمشي نطحن هادشي ونبدا نطلقو ان شاء الله. فمن بعد ما طحنت هاد القمه ولا التوابل ديالي، غنضيفها هنا، نضيف ليها معلقه مع مرش ديال الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق. هنا غنضيف نفس نصف معلقه ديال الكركم، خلطهم بدي. وهنا التحميره حتى هي نصف ملعقه، وشويه ديال الحار حتى هذا كيبقى على حسب الذوق. اذا كان عندكم دراري صغار تقدروا ما تضيفوهش. وهنا عندي ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم. هنا عندنا الزنجبيل الطري، تقدروا تعوضوه بالزنجبيل الناشف ولا العادي. وهنا عندي نص حامضه معصره. نخلط هذا الخليط. وغادي نضيف لهذا الخليط هذا، نضيف ليه 50 غرام ديال الزبده. غنحاول نمزج هذا الخليط. بعد ما خلطت هذا الخليط مزيان، غنمشي نجيب الدجاجه دابا باش نعمرها بيه. وهنا ملي جبت الدجاجه ديالي، غادي ناخذ هذا الخليط ونحاول نزول الجلده ونحطو تحت الجلده. الجلده مقطعه شويه، معليش لان مع ما غادي نقلبو ولا حتى شي حاجه غادي يطيب، غادي يبقى بحال هكا ان شاء الله. نحاول ندوزوها من هنا. ناخد الموز ونشرط ليها هنا. تقدر تشرطوها حتى من الداخل الا بغيتو. نشرطها غير من هنا، من هنا اللي كيكون غليظ بزاف السداد اكثر من هنا. وغادي نوضع شويه ديال الزبده اللي من السماء للتوابل هنا. هاد الوصفه تجي جد لذيذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار. سهله، تحضر بسهوله. غنستمر بنفس الطريقه، غادي نعمرها كامله، دورها من تحت نعمرها كامله، ومن بعد نعاود نطلقها ان شاء الله. وديك الزبده اللي كتبقى كندهنوا بها الدجاجه من الفوق. صافي، ودابا غادي نوضعها دابا على جنب، وغادي نمشي نحضر بالحشوه ان شاء الله. غناخذوا مقله نسخنوها، مقله شويه ديال زيت الزيتون. عندي بروه كبيره تاع تطريفات الصغيرين، وغادي نشحرها في هذا المقلى. وهنا غير بدات كتشحر،
غنضيف لها هنا تقريبا عندي 200 غرام ديال الشامبينيون قطع صغير، دائما تكون النار مرتفعه. من بعد ما ضفت الشامبينيون الفطر غنضيف فيه شويه ديال الجلبانه. هاد الثلاثه ديال المكونات كيتواتاو مزيان مع بعضياتهم صافي. الا كانت عندكم جلبانه، ما حيت انا هاد الجلبانه اللي كنستعمل جلبانه سورجولي، الا كانت عندكم طريه كتسلقوها شويه في الماء، تسلقوها في شويه ديال الماء مع شويه ديال البيكربونات دو سود باش كتبقى تحافظ على اللون ديالها صافي. غنشحها مزيان، نخليه دابا واحد 5 دقائق نعاود نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما تشحر ليا هذا الخليط مزيان، دابا غادا نملح الملح. الملح ما غاداش نضيف بزاف لانني غنضيف من بعد شويه ديال الفرماج، والفرماج حتى هو كيبقى غير اضافه. الا بغيتو تزولوه ممكن تزولوه. هنا عندي هنا غنضيف واحد شويه ماشي بزاف ديال هاد الظهر الفلفل، ما غاديش نضيف هنا لا بزار لا الابزار الاسود ما غاديش نضيفو، والسكنجبير حتى هو ما غاديش نضيفو. غادي نسم غير بالجوزه، اللي هي يبطونه هنا وظهر الفلفل. هاد ظهر الفلفل راه حار بزاف، خصكم تضيفو غير شي شويه ماشي بزاف. غادي ناخذ غير بقبيصه تقريبا، ومجهد بزاف في المذاق، والبوزه حتى هي من الاحسن ما نديروش بزاف غير شي شويه، غير كنسمو هاد الكشوه صافي. كنزيد نشحرو غير واحد شويه شي جوج دقائق هكذاك، وغادي نزيد ان شاء الله. من بعد ما تشحر لينا الخليط ديالنا غنضيفو ليه قزبر والمعدنوس، وغادي نضيفو ليه الزيتون مقطع، نخلطو مزيان. وهنا عندي تقريبا 100 غرام ديال سومو في الماء مقطع، غير كنسمو به. هذا الا ما كانش عندكم هو بصراحه كيجي واحد النسمه زوينه بزاف في الدجاج، كيجي مدخن. مي الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، تقدروا تعوضوه بالطون، تكونوا مقطعين طريفات صغار. الحشوه كلها كلشي كنقطعوه طريفات صغار، كنخلطو مزيان، وكنضيفو تقريبا 100 غرام ديال الفرماج ديال الغوياغ الجبن الاحمر صافي. ها الحشوه واجده. هذه الحشوه غنزول منها تقريبا 100 غرام اللي غنضيف ان شاء الله في الكيك سالي، واحد كيكات مالحين. غنمشي نعبرهم ونشوف واش 100 غرام، لان الوصفه عندي فيها 100 غرام ديال سومو فيمي. انا غنضيف ليها هاد الحشوه باش تواتى ليا مع الوصفه. وكنمشيو نجيبو الدجاجه، وغادا دابا نعمرها. هاد الحشوه الى شاطت لكم تقدروا تاكلوها ولا تعطيوها لوليداتكم، لان صايم موجوده ممكن ناكلوها هكذا، كتجي لذيذه بزاف. انا غنحاول نعمر مزيان باش ما تشيطش ليا. استعمل يدي اسرع. دائما ملي كنعمر الدجاجه ملي كتشد ليا الحشوه دائما كنضيفها هنا ما بين الخط والدجاجه. عرفت واش كيبان لكم مزيان صافي. من بعد ما كن عمرتها انا كنسدها غير بالكيوردون بهذا الشكل. حتى رجليها نقدروا نجمعوهم غير بالكيوردون ماشي ضروري.
غنبقى نجمعها بلي كوردون حتى نكملها ان شاء الله نتا. وفوق من ورق الطهي غنضيف بابي المينيوم، ومن بعد غنوضعها في فرن ساخن درجه ديال الحراره ديالو 200، وغنخليها طيب لمده 40 دقيقه. من بعد 40 دقيقه الدجاجه كتطلق لينا واحد الماء، وهذاك الماء كنبقاو نسقيوها به حتى كتحمر مزيان وكنزولوها. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نحطوا لي كيك اللي غادي يرافقوا لينا هاد الدجاجه معمره. اول حاجه غنستعمل هي 3 ديال البيضات. غنكتب لكم المكونات ديال هاد الكيكه. هذا غنخليه هو الاخر. نخلط هاد البيض مزيان. هنا عندي خماره اللي فيها 11 غرام، غنخلطها مع الدقيق، وغنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، شويه ديال الدقيق. غنضيف شويه ديال الزيت، غنضيف بشويه بشويه حتى نكمل كلشي. نستعمل هذه الطريقه باش تجيني سهله وسريعه. دابا ما تبقى من الدقيق والزيت اللي بقى حتى هو، ونخلطو. ودائما الحليب كنخليه هو الاخر. غنضيف بشويه بشويه باش تجيني سهله. وبالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك، كيكون فيه 150 غرام ديال الدقيق، و 125 مليليتر ديال الحليب، و 100 مليليتر ديال زيت الزيتون، وثلاثه البيضات، وان ساشي ديال الخميره. هذه هي لا باز، الساشي ديال الخميره اللي فيه 11 غرام. هذه هي لا باز ديال هذا الكيك. ومن بعد الاضافات راك تضيفوا ليه المقادير اللي بغيتو. بغيتو تضيفوا ليه لادان فومي، بغيتو تضيفوا ليه الربيع، القزبر، اللي بغيتو. انا غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، لان بحال هاد لي كيك كيبغيو يكونوا مضبوطين باش ينجحوا لكم. وهنا صافي غادي نضيف هنايا الخليط ديال الحشوه اللي استعملنا في الدجاج. هنا كنخلط غير بشويه باش ما نفسدش هذيك الحشوه. وهنا عندي 100 غرام ديال الكغوييغ ديال الفرماج غابي، الجبن. وهنا غادي نسم بزعتره، تقدروا تنسموا باش ما بغيتو. هنا غادي نعمر المول، تاخذوا لا فورم اللي بغيتو. من بعد ما عمرت ليمون ديالي، غادي نوضعهم في فرن ساخن درجه ديال الحراره ديالو 180 حتى يتحمروا ويطيبوا، ونزولهم ان شاء الله. ها هي الدجاجه ديالي دابا طابت. وكيف ما قلت لكم، بقيت كان مني دازت 40 دقيقه، زولت ليها ورق الطهي والبابي المنيوم، وبقيت كنسقيها كل 10 دقائق ولا 5 دقائق كتسقيوها باش ما كتجيناش الدجاجه ناشفه. ودابا هاد لاصوص هادي اللي بقات غدا نغليها مع واحد شويه ديال كريمه الطهي، وهي اللي غدا نقدمها ان شاء الله كم بحال الصلصه اللي غترافق ليا الدجاجه ان شاء الله. وهنا وصلنا لمرحله التقديم. حطيت الدجاجه هنا في الوسط، وهنا غنستعمل هاد الطبيسلات هادو، حطيت فيهم هذاك الكيك اللي صيبنا قبيله. غادي نحطو هنا، نحاول نزول
مسالات باش يقفوا ليا مزيان بهذا الشكل. وهنا غدا نوضع مطيشة صغيرة هنا كيجي المنظر زوين. وهنا هذاك الكيك اللي على شكل قلب غنوضعه هنا، والصلصة اللي حضرت غنوضعها هنا. وهنا عندي بطاطا حلوة اللي شويت في الفران، ضفت ليها شوية ديال زيت الزيتون وشويتها في الفران بحال الطريقة اللي درت ديك المرة فاش رافقت الخضرة بشوية مع السردين. وهنا عندي لوشوت بروكسل حتى هو شويته في الفران. بالنسبة للتزيين راه كل واحد كيزين على الطريقة ديالو بالذوق ديالو، غير حنت طلبتو مني باش نوريكم الطريقة ديال التزيين، وبما انه كياخد شوية ديال الوقت فغنسرع شوية، سرعت شوية الفيديو. اوكي، كون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله ما يكون جاكم الفيديو طويل. والى عجبكم الفيديو ديال اليوم كيف ما العاده ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا الوصفه مع الاحباب والاصحاب، وما تنساوش تشجعوني بالتعليقات الى وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صافي وجدتي هنا ولا باقي ديسلايك؟